مرة روان. صباح الخير إيمان. صباح الخير. قبل ما أحكي إشي، كل سنة وأنت سالمة أمونة، بكرة عيد ميلاد أمونة، كل سنة وأنت سالمة. هلأ أنا هربت شوي صراحة، صحيت جوعانة كالعادة، قلت بدي أفطر. حكيت مع شيف ديما مش فاضية، مع أبو طاها عم بلعب مع طاها، شيف نضال مش فاضي، فقلت لحالي خليني أنزل على البلد أشوف متابعين رؤيا، بل كان يفطروا هم معي. رح نبلش مع أول شخص من متابعي رؤيا. صباح الخير أحمد غالي. كيفك أحمد؟ أهلاً أحمد. قديه بتتابع رؤيا؟ يعني 3-4 مرات بالأسبوع تقريباً. طب شو أكتر برنامج غير مطبخ رؤيا بتحب تحضره؟ وطن على وتر. في برامج تانية بتحب تحضرها؟ كرفان. مطبخ رؤيا بتابعه تقريباً. يعني كرفان بلشوا ينافسونا شوي، ولكن مطبخ رؤية طبعا دائما بالمقدمة. أول شيء صباح الخير وشكرا لك. سؤال بسيط كتير، كم يوم بنعرض مطبخ رؤية بالأسبوع؟ يعني من 5-6 تقريبا، من 5-6 أيام. طب أنا راح 6 يا عيني عليك. طب راح أربحك جائزة كتير بسيطة، يعني هي قيمة بس من مطبخ رؤية. تفضل. شكرا لك. هون في صبايا عم بفطروا قاعدين، وفي بيبي زاك كتير أمور. كيفك؟ ما بدك تحكي معي؟ صباح الخير جميعا. نحن رؤيا، وتحديدا كاميرا مطبخ رؤيا. صباح الخير، نتعرف على اسمك. صباح الخير، تمارا ام امجد الرطروط حبيبي. كيفك تمارا؟ سهلا فيكي. قديه بتحبي رؤيا ومطبخ رؤيا وبرامج رؤيا؟ احنا بصراحه من المتابعين على برامج رؤيا دائما، يعني هي اجمالا يعني صارت القناه الاولى في الاردن، يعني كل الاردن بتتابعها، يعني ما عدنا نتابع غير بس رؤيا وبرامج رؤيا وخصوصا مطبخ رؤيا. حبيبتي طيب رح اسالك سؤال صغير، كم شيف بمطبخ رؤيا؟ 4. طيب أكتر شيف بتحبي تحضري وتتابعيه؟ بأمانة في ديما حجاوي وغادة التل. طيب thank you إلك. طيب شو أكتر أكلات بتحبي تشوفيه مع مطبخ رؤيا؟ نحن اليوم الهدف إنه نزلنا نفطر مع الناس، نشوف شو في عندهم تعليقات لمطبخ رؤيا، شو في عندهم اقتراحات لمطبخ رؤيا، إنه نحن بالنهاية بهمنا رأيهم، هم أكتر شخص أو أكتر ناس بهمنا رأيهم. شو أكتر أكلة بتحبي تشوفيها بمطبخ رؤيا؟ شوفي مبارح إحنا شفنا لما عملوا القرع، طبخة القرع، فكانت يعني إشي كتير مميز، ويعني لأنها مش متداول كتير عنا في الأردن، فكانت إشي كتير حلو، لأنه هلأ خاصة موسم القرع من ينازل. بغض النظر إنه سمير حط سكر على اللحم بدل الملح، ولكن زبطت القرع وطلعت كتير زاكية. على فكرة رح نجربها، يعني أنا عندي يعني هلأ إنه لازم أجربها، عشان بدي أحط ميكة برضو كمان سكر عليها. سكر عشان سمير. طب نحن رح نربحكم هيك فاوتشر صغير من مطبخ رؤيا، حتى بس دلكم متذكرينا. خالته بصبح عليكي، يعني هيك وجهك بعطي البركة والرزقة والخير علينا. صباحك، بس نتعرف على اسمك. أم إسماعيل الرطروت. أم إسماعيل أهلا وسهلا فيكي. شو أكتر أكلة بتحبي تشوفيها على مطبخ رؤيا أو حبيتيها شفتيها على مطبخ رؤيا؟ امبارح غادة التل عملت أكلة القرع اللي حطها، عملتها محشية وشوتها بالفرن، وهاي كانت كتير غريبة والكل يعني أعجب فيها، حتى بنتي جاي من أمريكا وتفاجأت فيها وحبت إنه حتى تسجلها لحتى تعمل طريقتها إن شاء الله. خالتي إحنا اليوم حبينا يعني نتبارك فيكي ونترزق بهالوجه الحلو. هذا إشي بسيط بس من مطبخ رؤية، ضلكم متذكريننا. رح نكمل لجوا، في ناس برضو من متابعين رؤية موجودين هون. صباح الخير، كيفكم؟ أهلين. صباح الخير، تعرف على اسمك؟ فاتن عنكش. كيفك فاتن؟ شو الأخبار؟ قديه بتحبي رؤيا ومطبخ رؤيا؟ بتغاوزي شوي مع مطبخ رؤيا ولا في برامج تانية؟ طبعاً لا، في يعني رؤيا كتير بحبه، بحب ست غادة التل كتير، مبارح كمان عملت قرعة كتير كتير بتشهي يعني. شو هالقرعة يا غادة؟ شو عملتينا بالقرعة؟ يعني حتى حبة أعملها يعني من كتر ما حبيتها يعني. حافظة أسماء الشفات بمطبخ رؤيا؟ في إيمان وفي أستاذ عادل نضال كبة نبيل طبعا وديما حجاوي. ديما حجاوي صلى فترة غايبة هي عن رؤية، صح؟ يعني مش كتير. منصبح على كل شفات مطبخ رؤية، منحكي لكم صباحكم فل وياسمين. بغض النظر ما حد اليوم فضي يطلع يفطر معي، بس للأيام الجاية حيكون إن شاء الله معي شفات رؤية وأيضا مذيعين رؤية يفطروا معي ومع متابعي مطبخ رؤية. فاتر رح نسألك سؤال، شو هي الفقرة الثابتة بمطبخ رؤية؟ يعني كل يوم
في فقرة دنيا. لا مطبخ رؤية في إشي ثابت فيه. أساعدك شوي، رياضة ولا تغذية؟ رياضة والتغذية. تغذية هي ثابتة كل يوم. طيب شي دايما. طيب شكرا لك فاتن، هذا إشي بس بسيط من مطبخ رؤية، ضلك دائما متذكريتنا. صباح الخير، نتعرف على اسمك. سوسن شقير. سوسن شقير، كيفك يا سوسن؟ منيحة الحمد لله. سوسن شو بتعملي بحياتك بشكل عام؟ والله أنا ربة بيت، يعني ما بشتغل بس إلي أشيائي، بسوي أشياء كثيرة، نطلع بنروح مؤتمرات محاضرات أشياء هيك. أنا طب حلو كثير. قد ايه بتحضري رؤية أو شو في برامج بتحضريها غير مطبخ رؤية؟ والله أنا أكثر إشي بحضر مطبخ رؤية إنه فترة صباحية، وهي الفترة بكون أنا عم بشرب القهوة وعم بتفرج عليها على دنيا دنيا ومطبخ رؤية. وهذا الصباح، هذا الصباح بكون مع حماتي وصحباتها، بنشرب فنجان القهوة وبنكون نحضرها وبس. طب رح أسألك سؤال كتير بسيط، يوم الثلاثة مين الشيف اللي بكون بمطبخ رؤية؟ نضال. نضال البريحي. وبحضر ديما حجاوي، هذول أكثر إشي إني. شكرا إليك، هذا إشي بسيط من مطبخ رؤيا. شكرا لكل متابعين رؤيا الفخمين اللي بحبهم كتير، شكرا على المتابعة. رح أكمل فطور، رح أشرب شاي وأكل فلافل مع الموجودين هون. رح نرجع للاستوديو لروان حبيبة قلبي ولإيمان عماري، وبحكي لكم كل سنة وأنتم سالمات، بما أنه عيد ميلادكم إشي كان الأسبوع الماضي، وإيمان بكرة وأنا كمان كان الأسبوع الماضي. كل سنة وأنتم سالمات، بنرجع على استديوهات رؤيا ومطبخ رؤيا.